كما أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات. وخلال الاجتماع أوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة برئاسته وعضوية عدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمدير التنفيذي للصندوق السيادي ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق برامج زمنية محددة مع تذليل جميع التحديات التي تواجه التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.